هنسيب حضراتكم الحقيقه مع واحد من اساطير استون فيلا اللي خاص قناه النادي الاهلي والسادسه بفيديو خاص اتكلم فيه عن تجربه اللاعبين المصريين واللاعبين اللي نجحوا بشكل كبير ولفتوا الانظار ليهم في الدوري الانجليزي. جاري تومسون نجم استون او اسطوره استون فيلا على شاشه الاهلي في السادسه، هنشوف هيقول ايه ونرجع لحضراتكم على طول. بالنسبة للاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي، حجازي في فترة وجوده كانت فترة تخبط إداري. المدرب لم يكن يعلم ماذا يفعل، لم يكن واثقا إذا ما كان يجب عليه أن يذهب أو يبقى. وبعد تلك الفترة خرج حجازي من الصورة. بالنسبة للنني، الموسم الماضي لم يكن أداؤه مبهرا، والمدرب أوناي إيمري شاركه في بعض المباريات ثم ذهب إلى بشكتاش في تركيا ولعب جيدا هناك، ولكنه عاد مرة أخرى ولعب تحت قيادة أرتيتا وشارك بنسبة كبيرة في المباريات. للأسف يوجد الكثير من اللاعبين الكبار في مركز النني، ولذلك سيكون من الصعب عليه الحفاظ على مكانه كلاعب أساسي، ولذلك يجب عليه العمل بجد وتطوير نفسه. وأعتقد بمستواه الحالي سوف يعرض النادي عليه عقدا جديدا نهاية الموسم. بالنسبة للاعبي أستون فيلا، المحمدي أعتقد أن عقده سوف ينتهي في آخر هذا الصيف وعمره تجاوز 30. لعب الكثير من المباريات في الدوري الممتاز وفي دوري الأبطال، ولكنه لم يلعب الكثير من المباريات هذا الموسم. أستون فيلا قام بشراء لاعب في نفس مركزه بعشرين مليون استرليني، لعب قليلا ثم أصيب وشارك لاعب آخر في نفس المركز، وفي النهاية أعتقد أنه لاعب رائع، وإن رحل عن الفريق سيرغب بعض الفرق الأوروبية في التعاقد معه. بالنسبة لتريزيجي، هو لاعب مجتهد يقوم بالكثير من المجهود في الملعب، ولكنه لا يسجل كثيرا، يسدد الكثير من الكرات ولكن بدون أهداف. في مباراة فولم أحرز أول هدفين له في الموسم في أقل من 10 دقائق، وفي رأيي هو يحتاج للعمل على نفسه ومحاولة الاستمرار بنفس الأداء وإحراز المزيد من الأهداف. بالنسبة لصلاح مع ليفربول، هو لاعبي المفضل بكل تأكيد. ليفربول يمر بموسم سيء جدا، ولكنه في حالة فنية عالية. أعتقد أنه لعب ما يقارب من 140 مباراة وسجل أكثر من 90 هدف، وهذا سجل رائع مع مستوى ليفربول المتدني هذا الموسم. هذا الموسم الذي من الممكن أن يرحل فيه إلى ريال مدريد أو أندية أخرى، ولكن أعتقد في ظل الظروف الحالية والكورونا لن يستطيع أحد القدرة على دفع سعره الباهظ. أعتقد أن ليفربول يريد الحفاظ على صلاح، ولكن صلاح يريد أن يرحل، ولكنه بلا شك أفضل لاعب مصري. هدفه الأسبوع الماضي في أرسنال جعل الكرة تمر من بين قدمي الحارس، وكان هدفا رائع. في المجمل هو لاعب رائع، وهو بالفعل الأفضل. God bless our cake. Speak to you later.